فاهم السؤال. أنا كنت عاوز أتكلم في موضوع. هو أنت معقول قضيت حياتك كلها بتدور على الدواء ده زي ما قلت لنا؟ يعني ما عشتش حياة شخصية خالص؟ كيف يعني حياة شخصية؟ حياة شخصية يعني ما جربتش ترتبط أو تحب حتى، بالذات إن البنات عندكم في سوريا بسم الله ما شاء الله بينوروا يعني. أعرفك يا دكتور جيمس إبني. You? What are you doing here? هذا الشخص أنقذ حياتي بموت مؤكد. أنقذ حياتك إزاي يعني؟ شيخ المسجد عابد صاحب تفكير متطرف، والظاهر أنه عم بيصيد الشباب الجاد بنيوجيرسي ليشدوا لتفكيره. حاول هو يستدرجني بس أنا رفضت، ولما رفضت بعت لي ناس لتأذيني كنوع من أنواع العقاب، ولولا هذا الزلمة كان زماني أنا ميت هلأ. أنقذني ودخلني لعنده على البيت ورفض أنه يخبر الشرطة مشان ما يجيب لي مشاكل. أنا عن جد ممنون لك بحياتي. Thank you. أنا عارف إن الشيخ عابد ليه فكر متشدد شوية، بس ما تخيلتش أبداً إنه يكون بالطريقة دي. هو كان عايز منك إيه؟ ما بعرف، بس له فترة متخفي عن الجامعة، وهذا الموضوع كتير مقلقني. أنا حاسس إنه بيحضر لمصيبة. أوكي، أنا فهمت شوية، بس How do you know that أنا عايشة؟ هو أنقذ أختك، وأنت أنقذت حياته، واحدة بواحدة. إزاي؟ عمار is a doctor. Yeah, I know that. He wrote it to me in the letter he left. Your sister Aisha passed out near the mosque. Amar helped her. He wrote us some medical exams. And then he came today to revive them. But we got clean. أنت عارف إن أنا وعائشة ملناش غير بعض. علشان كده ما بنصدق إنه حد يجي لنا وحد يزورنا ونزوره. عايشة انت منيحة؟ أنا بخير، ممكن بس أفهم. لا تفضلي تفضلي. عايشة هلا يا شيخ، بكره العمليه ان شاء الله راح تتم ان شاء الله. ما تقلق يا شيخ، تقريبا انا مالي دخل بالموضوع تماما. انا الحين بحضر حالي واتوجه على المطار، اكون بالشرم على الساعه 5 تقريبا، نفس توقيت تنفيذ العمليه. يا شيخ ما تقلق، كل هذا باوراق مضروبه باسم حسن القحطاني، رجل اعمال سعودي هو. المهم السيارات والسلاح يكونوا جاهزين بالموعد تحسباً إذا داخلي على مدبيشي. الله معنا إن شاء الله. السلام عليكم. عائشة أنت منيحة؟ عائشة؟ هو بالقرب ده نكتب الكتاب. في إيه؟ أنا آسف يا جماعة. أستاذ نبيل، الموضوع ما بيطمن أبداً. هاد شي اسمه سينكولي أتاك، له علاقة بالقلب أو بالدم أو بالأعصاب. بس التحية كلها سليمة حتى تخطيط القلب سليم، بس هالمرة حنعيد تخطيط القلب بس حتقعد على الجهاز 5 ساعات الصبح. هو طول عمره قلبي ده عامل لي مشاكل. I can't understand that. Is she okay? Yes. عايشة خليكي مرتاحة. Excuse me. James. Wait a second. She didn't mean it. You are still new to her. I'm not upset anymore. Trust me, I get it. I just need to talk to you. Okay, sit. I'm listening. Can I come tomorrow to check up on her? Of course. It's your home, as it's hers. My friend Johnny will join me. He wants to meet you. I would love that. Much.
مضطر أشوف عايشة. فكر في ايه ما تلعب داخل ورقة في يدك. ايوه صح على رأيك. راحت عليك يا حلو. يا ابن الايه. ايوه يا عم. ايوه يا سيدي. ما التماشي معاك ولعب الظهر معاك. يا ساتر يا رب هتفلك الظهر بعينيه. ليه افلك الظهر ليه؟ بس تعرف يادي يا صميدة. ايه. الواحد من ساعة ما بقى ليه جيمك دي واشتغل الشغلانة الجديدة دي ونحس اني شامخ من جوايا. ايوه. ادعيلي بقى. ادعيلك ليه؟ انت هتموت وليه؟ ايه ما عشان له لا انا كان زمانك بتشطف حماده اللي في التالت. ايه ده؟ عرفت منين موضوع حماده ده؟ يا راجل عرفت منين ايه؟ ده البلد كلها عارفه. البلد كلها شافتني انا بشطف حماده؟ يا راجل يا البلد ليها سيره غيرك انت وحماده. يا نهار اسود. الله انا زعلان ليه؟ على جل اني ادي بس اللي بانت الدور والباقي على حماده. على رايك. بس تعرف يا دي يا سميطه كل العظماء والفلافسه والنجوم المجتمع دول بداوا بشغلات صغيره يعني وبعد كده فضلوا يكبر ويكبر ويكبر. ايوه على رايك. بعدت عندك عارف السادات ذات نفسيه. السادات بذات نفسيه. أيوه. السادات قبل ما يبقى السادات كان شغال طابله جي. مين ده اللي كان شغال طبلة جي؟ سادات مين؟ انت مجنون ولا ايه؟ يا سادات وفيفتيات بتوع المهرجانات. ايوه سادات وفيفتي بتوع المهرجانات. ايوه. عندك مثلا سمعين ياسين. ايوه. كان شغال صبي فطاطري عند علي الكسار اول ما بدأ حياته. صبي فطاطري ايه ياد وعلي الكسار ايه؟ ده كان فيلم ياد. لا والله. لا والله كان فيلم. انا كنت فكرك قصة حياة اسماعيل ياسين. يا راجل قصة اسماعيل ياسين ايه وكلام فارغ. انا اقول ما ماتش ليه في اخر الفيلم. ايه ما كان وراه شغل تاني يوم. ايوه ايوه ايوه. بس انا حاسس. حاسس ان انا اتخلقت للشغلانه دي وكل موهبه في الشاي والقهوه وحاسس ان انا عايز اكبر فيها ونبقى مختلف كده. وعشان تكبر وتكبر وتكبر يبقى لازم تعمل مشروبات مختلفه زي ايه؟ تعمل قهوه بوشين يعني ولا تعمل ايه؟ يا قهوه بوشين ايه ده انت ايه؟ انا اقول لك. قول لي انت دلوقتي الشاي. ايوه. طول عمرنا بنشربه ايه؟ تجيه. يا ده الشاي طول عمرنا بنشربه سخن. ايوه صح. هما باقي جم طوروه عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ عملوا شاي ساقع. ايوه الايس تي. الايس تي. الله ينور عليك. ايوه انت عملت ايه؟ انا ما فاهمش حاجه. انا اقول لك. قول لي. هما عملوا زبادي بالفواكه. ايوه. واني عملت زبادي بالخضروات. زبادي بالخضروات؟ ايوه. بتحط عليها سكر ولا فلفل اسمر؟ يا سيدي حسب الطلب. طلبي يا عم تتغدى وتحلي في نفس الكوبايه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه يا ابني هو ده التطوير يعني؟ ايوه يا ابني لازم تبقى مختلف يا حبيبي. بص اني فهمت فكرتك بس التنفيذ عندك ضعيف شويه. ايوه شوف فكرتي يعني. قول. طبعا انت عارف ان في عناب سخن وعناب ساقع. ايوه. انا بقى هعمل عناب نص نص. عناب نص نص. وهتسميه ايه؟ مش هيفرق ليس ممكن نسميه كرناب عنكريه. كريه وكرناب. ايوه. ايه هذا اللي انت بتقوله ده؟ ايه يا عم في ايه نص نص دي؟ ما انا لو جبت الكوبايه وحطيتها قدامي خمس دقايق هتبقى نص نص. ايه بقى ده؟ انت حمار يا انت تحمار ما تفهمش في المشروبات خالص. يعني اللي ما فهمش في المشروبات. ايوه على الطلاق انت اللي ما تفهم في المشروبات. طب قوم طيب. قوم طيب. قوم يا ابني. انت كل مره تعمل معايا كده ياد تسرق مني افكاري وبعدين تطردني. فافكارك بحطها لك في الخلاط مع الخضروات. مع الخضروات على الطلاق بجي لك تاني. طب خدي خدي. انت بتحدمني بكاتشينه. ايوه بحدفك بشكشتينه في وشك. طب تعالى اقول لك على ايه. قول لي على ايه؟ اقول لك على ايه؟ قول انا سامعك اهو. انا نسيت خدك دي تضربني. ايوه بضرب. طب على الطلاق بجي لك تاني. يلا قول. ايه الزبادي بالخضروات؟ ايه احنا ممكن نعمل اندومي بالفراوله تبقى حلوة دي. هاي انت المفروض انك تمشي جنبي. ايه المشكلة؟ مش احنا اصحاب ولا حرام؟ حرام مرة واحدة. ايه ده هوفر ده يا بنت؟ انا مصحبش احنا زمان. طب ايه المشكلة لما نكون زمان واصحاب يعني ايه الحرام؟ بس يا حبيبي انا مصحبتش ولاد في حياتي غير مرة واحدة بس. ساعتها كنت فاكرة ان انا بأدي واجب كانت نيتي سليمة والله. من ساعتها وانا بتعاقب على الموضوع ده لحد دلوقتي. انا مش فاهم ايه اللي فيها بس يا فاطمة. هو احنا بنعمل حاجة غلط؟ احنا ماشيين في الشارع عادي يعني مجرد بنتكلم مع بعض وبنود بعض. بعيدا عن الدين والاخلاق
انا شايفه ان مفيش صداقه بتضم بين ولد وبنت. او انا مش شايفه، انا اتاكدت كمان. اكيد مشاعر حد منهم هتتكلم، ساعتها هيجرح نفسه وهيجرح التاني مع كمان. او نادرا لو الاتنين مشاعرهم اتطورت، ساعتها الظروف مش هتسمح لهم هتتدمر العلاقه. او لو محصلش حاجه من دي خالص، ممكن ساعتها حد يرتبط وهيضطر انه يبعد عن صاحبه وبرضه هيجرح، ساعتها هتتدمر. هو ده الواقع. عشان كده الدين حرام صدقه، مش عشان يرحم عليك، عشان يحافظ على شغله. يعني هو حرام ان البنت تتكلم الولد؟ يعني انا مش فاهم بصراحه حكم التعقيد ده. ركز في كلامك يا سيدي، انا بتكلم صدقه الفلوس مش الصدقه العامه. احنا بنتكلم مع بعض عادي، نروح مع بعض ونيجي مع بعض، حكيت ان هم صحاب زي احنا ما بنعمل دلوقتي، هو ده اللي غلط. لكن لو اتنين بيودوا بعض من فتره للتانيه، ده اسمه ود واحترام. او لو مجموعه اصدقاء بيعملوا اكتيفيتي، ما اعتقدش ان فيها مشكله. عدم انتظام دقات القلب. الموضوع بسيط، هو ده واحد نمشي عليه اسمه بيتا بلوك، وان شاء الله يتم شفاءه عن قريب. اذا لا سمح الله ما صار هالشي، في كذا حل بايدينا، يعني ما بدي حدا يقلق. واهم شيء احنا عرفنا السبب. والله احنا مش عارفين نشكرك ازاي يا ابني. Thank you Ammar. I'll never forget this. It's my job. انت مالك؟ What? I don't understand. الحمد لله. هي بس كانت بتشكرك ان انت بتسأل عليها. Of course. So what was the number again? The 51st, Johnny. There's no 51st. Then where the hell am I, Johnny? Never mind. I found it. Okay, which floor? The first one, man. I told you before. And I forgot. Okay, Johnny, bye. Bye. Sorry, it's just Johnny, my friend. I've shown him the way many times, but he's really stupid. هستأذن أنا يا جماعة. بسمك اللهم الحمد. ليه بس كده دكتور؟ ما بدي قعد معانا. والله عندي شغل كتير ومكان شغلي بعيد من هون، ولازم بلحق القطار على الساعة 5. احنا آسفين قوي قوي ان احنا عطلناك. لا بالعكس يا جماعة ابدا. It was nice meeting you. You too. I haven't had that chance to thank you. I too must thank you. But no gratitude between friends, right? Sure. Listen, Ania Jamal. Amma, we'll see you again, inshallah. Akid, Ania Jamal, you're here. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hey, Dave, I got your arm, hey? Can't get out of me again, you. Johnny, unfortunately, my friend. Hey there, Dad. Hey there, sir. Hold the cuff, man. He will get away. Hurry! What? What a weird family, man. But the girl certainly loves me. Yeah, loves me. I don't know why veil girls always cross your path. No, weird. I wish I knew. Whoa, whoa. What? There's been a terrorist attack at the train east of the state. Jesus. Five in the afternoon, a brutal terrorist attack. At the New Jersey train station, a student blew himself up opposite one of the trains.
42 casualties, 120 injured, and the police are already interrogating all suspects to find the culprit. Pray for America. Oh God. Sick dogs. Important thing that we are okay. I'll ring up Jess. Make sure she's fine. والله عندي شغل كتير وما كان شغل بعيد منه لازم الحلقة طالع الساعة 5. Amar.